خلال هذا اليومين اللي هما لقاء درازي حول موضوع الزواج القاصر، سنحاول تسليط الضوء أولا على دور قاضي النيابة العامة من خلال ما أنطه به المشرع في اتجاه تفعيل هذا الدور وتعزيزه، ومن جهة أخرى يعني مشاركة النقاش مع باقي الفاعلين الاقتصاديين الفاعلين القضائيين في الموضوع، قضاة المكلفين بالزواج وكذا المساعدين الاجتماعيين باعتبارهم المكلفين بالأبحاث الاجتماعية التي تكون أرضية لاتخاذ الموقف بالنسبة لطلب الإذن بزواج القاصر. لقاء اليوم هو مرحلة في إطار تعاون اليونيسف مع رئاسة النيابة العامة حول حقوق الأطفال وحماية حقوق الأطفال. هذه المحطة تركز بالأساس على زواج الأطفال الذي نعتبره خرق سافر من حقوق الأطفال، ظاهرة متشابكة ومعقدة، وبالتالي التعاطي معها وسبل علاجها يجب أيضا أن يكون شمولي ومركب ومعقد بما يضمن تكافل يعني تضافر جميع الجهود وتدخل مجموعة من الجهات التي تشتغل على كل ما هو قضائي اجتماعي ثقافي اقتصادي وغيره. الحق أن النيابة العامة دور أساسي في معالجة ملفات زواج القاصرات، وذلك إذا استحضرنا كون النيابة العامة هي طرف رئيسي في قضايا الأسرة، وبالتالي ينبغي أن نستحضر المنشور الذي صدر عن رئيس النيابة العامة وطلب قضاتها بضرورة الحضور الفعلي في جلسات زواج القاصرات وعدم الاكتفاء بالملتمسات الكتابية، كما أنهم طلبوا بضرورة تفعيل الصلاحيات الموجودة في النص من قبل التماس الخبرة الطبية، التماس البحث الاجتماعي، القيام بدور إيجابي من أجل التأكد من مدى وجود مصلحة فضلى للقاصرات في هذا الزواج. طبعا للأسف هذا الدور يصطدم أحيانا بمحدودية النص الذي نجده لا يعطي النيابة العامة الحق في الاستئناف، ولكن هذا لا يعني أن النيابة العامة تقف مكتوفة الأيدي، وإنما تقوم بتفعيل دورها الأساسي في قضايا الأسرة، خاصة حينما مثلا تلتمس توسيع نطاق البحث الاجتماعي ليشمل أيضا الخاطب، لأن النص لا يخاطب الخاطب وإنما يتحدث فقط عن بحث اجتماعي وجرى في محيط القاصرة، لكن النيابة العامة تلتمس أيضا الاستماع إلى الخاطب للتأكد مثلا من شخصيته، فرق السن، واش عنده فعلا قدرات مالية كافية لإقامة أسرة، واش هو شخص عنده سوابق ما عندهش سوابق، هل يتوفر على عمل، هل سيقوم بإسكانها في سكن مستقل. وبالتالي أظن أن النيابة العامة لها كامل صلاحيات من أجل القيام بالأبحاث الضرورية للوقوف على وجود مصلحة فضلى للقاصر، واستحضار أن زواج القاصرات هو استثناء، لأن الأصل في مدونة الأسرة هو زواج يبرم بين الراشدين لا بين القاصرين. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.